زينب، دائما في الازمات في فئه من الاشخاص بتنزل على ارض الواقع لحتى تساهم ولو بشيء بسيط، لحتى تساعد غيرها بشكل فعلي وليس بالكلام فقط. واليوم عندنا فريق المغامر السوري، اكثر من 18 ساعه اشتغلوا بمناطق شديدة التعقيد بريف اللاذقية لحتى يساعدوا الإطفاء بإخماد الحرائق ونجحوا بهالشيء. معنا اليوم إبراهيم سعود مدير الفريق المغامر السوري، وحيدرة الجردي نائب قائد الفريق. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور. إبراهيم وحيدرة، أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يعني رح بلش معك إبراهيم، أول ما كان مشهد الحرائق بالساحل السوري وحمص كثير من الشباب هبوا بالكلام، في شباب هبوا بالأفعال، كيف خلقتوا هيك التنظيم والتنسيق لحتى فعلا تروحوا وتتجهوا لمساعدة المجتمع المحلي ورجال الإطفاء بإخماد الحرائق؟ هلا نحن بشكل عام عندنا حمله مسبقا من بدايه تاسيس الفريق، هي حمله للعنايه بالطبيعه، لحمايه الطبيعه. اكيد استقبلناكم قبل، نحن حكينا كثير عن فعاليات. تماما، نحن الحمله بتعنا بكل الاخطار اللي بتصيب الطبيعه، مو بس الحرائق، في كثير اخطار بتصيب الطبيعه، فنحن مسبقا جاهزين لانه نستقبل يعني اي خطر او اي شيء ممكن يصيب الطبيعه، ومجهزين حالنا مسبقا لهي السيناريو هذا. لما صارت الكارثه طبعا نحن تواصلنا مع الجهات المسؤوله عن هذا الموضوع، لانه في شيء مهم انه نحن يكون العمل منظم، يعني والا هي الجهود كلياتها بتضيع على الفاضي، فالعمل لازم يكون منظم ضمن حدا، ضمن فئه معينه تنظم هذا العمل لحتى نحن نجمع هدول المتطوعين ويطلعوا لمساعده هاي الاشخاص اللي مهمتها تخمد هاي الحرائق، من رجال اطفاء، من رجال الدفاع المدني وعناصر الجيش اللي كانوا طبعا عم يخمدوا هاي الحرائق. نزلنا الفعالية او المبادرة على صفحاتنا، ونحن الفريق منتشر بجميع المحافظات يعني تقريبا. تواصلنا مع المسؤولين عندنا، مع النواب المسؤولين مكاتب تبعتنا، وكل نائب تواصل مع المسؤول بمديرية الزراعة، ونسقنا هذه الامور معهم طبعا. اي تمام. هلا بما انه بعد التنسيق، خلينا نحكي مع بعد التنسيق، شو صار وقت الحرائق؟ كم شب كنتوا وقت طلعتوا على الجبال؟ شو اشتغلتوا؟ شو عملتوا؟ كيف قضيتوا 18 ساعه واكثر؟ كيف قضيتوها؟ خلونا نتعرف اكثر شو عملتوا. نحن اعلنا عن نداء طوارئ خلال ساعات قليله، كان في عدد متطوعين كثير كبير تجاوز الألف. طبعا نحن يعني حاولنا قدر المستطاع ناخذ الكم اللي فينا عليه، تواصلنا مع مديريات الزراعة ومع رجال الإطفاء وتعاوننا كلياتنا، جمعنا حالنا وتوجهنا على أكثر من محور، يعني كنا عم نشتغل مناطق كثيرة بأكثر من محور، من حمص اللاذقية، مدينة القدموس، مدينة جبلة، هذه القرى كلياتها. بكل محافظة نواب الفرق هناك استلموا مجموعة واتجهوا لمواقع الضياع. في عندك باللاذقية المجموعة اللي كنت على رأسها أنا، اتجهنا لريف القرداحة، منطقة اسمها بسوت وصار فيها أكثر الحرائق وبيت زنتوت، هذه أكثر منطقة كانت حساسة شوي، لهيك توجهنا عليها بعدد منيح. قررنا أنه يكون التجمع المتطوعين ببيت زنتوت، من هناك نحن كنا ننتشر بين الضياع بالتنسيق مع مديريات الزراعة. كل الشكر إلهم، وحب أشكر رجال الجيش العربي السوري ورجال الإطفاء، هن كانوا يعني أشخاص ترفع لهم القبعة، يعني نحن كنا عم نساندهم. من بيت زنتوت نحن كان مركز تجمع المتطوعين، طبعا كل مجموعة من المتطوعين في بيستلمها مجموعة من المشرفين اللي عندنا بالفريق، ننتقل بين مواقع الحرائق، نوصل على موقع الحريق مثلا، نوضع حالنا تحت تصرف رجال الإطفاء، ننتشر على طول امتداد النار. بعد عملية الإخماد نحن نكون أخمدنا النار، في عملية المراقبة وعملية التبريد اللي هي إسا بتجي أهم من عملية الإطفاء. بعد عملية التبريد والمراقبة منثبت عدد من المتطوعين معهم عدد قليل من المشرفين لحتى يتابعوا النار، لأنه النار بعد ما نطفيها نحن ونعمل عملية تبريد بتتشكل طبقة سميكة من الرماد، هي بتمنع أنه يوصل الماء على الجمري اللي تحت، كنت شكل الطبقة فوق بيكون صار الرماد تحت، شوية هواء خفيف ممكن يرجع يشعل النار، كان في رياح شرقية. اي تماما. فنحن عم نثبت مجموعة من المشرفين مع المتطوعين عدد قليل، ونتابع على موقع تاني متحرك عشان فينا انه ننتشر بشكل اكبر، وبنرجع على موقع بيت زنتوت
لحتى ننطر اشاره جديده من مديريات الزراعه وجال الاطفاء لحتى نتحرك. ضلينا اكثر من 18 ساعه انه من تشرين نحن ناطرين ندها انه عالم ترتاح شوي، هذا يغفى شوي، انه يا دوب نكون نمنا شوي انه يرجع انه يلا اطلعوا في بموقع كذا، اطلعوا في موقع كذا، تقسمنا وننتشر. نعم ضلينا هيك لحد ما طلع علينا الضوء والحمد لله كانت الامور كويسه. الحمد لله. يعطيكم الف عافيه يا رب. يعني ابراهيم ثلاث ايام تقريبا او اكثر ظلت الحرائق عم تلتهم الاراضي الزراعيه بساحلنا الحبيب. هذا المشهد انتم كشباب اليوم وخاصه كنتوا تتابعوا ادق التفاصيل وتثبتوها بدراسات ان كان نباتات، حيوانات، مناطق جديده كمغامرين سوريين، اول شيء احكي لنا عن مشاعركم لما شفتوا هذا الشيء. هذا المشهد لا ينسى، يعني حتى الأهالي كتير كان في شيء إنساني كمان عند السوريين. ثاني شيء أنتوا ضليتوا أيام حتى انخمد الحريق بالكامل. تمام. في فكرة لحتى ترجعوا وتذكروا بأهمية زراعة هذا الشيء؟ تماما. هلا نحن أول شيء في عنا يعني الهدف الأساسي عندنا بالفريق، طبعا هو فريق رياضي تابع للجنة العليا للأنشطة الخارجية، تابع للاتحاد العربي السوري للرياضة الجميع الاتحاد العام. الفريق أساساً معني بإقامة أنشطة رياضية بالطبيعة، يعني نحن الساحة اللي منقوم فيها أنشطتنا هي الطبيعة يلي تعرضت لهذا الضرر، والهدف الأساسي اللي منركز عليه نحن أنه ناخد الشباب نكون ذكريات حلوة لإلهم بهاي الطبيعة بهالمناظر الحلوة، ناخدهم على مواقع ما فيهم بالعادة يوصلوا عليها، ما في إلى طرق مؤمنة أو ما إلى يعني زيارات خاصة. هاي المشاعر لما عم تتشكل أو هالذكريات عم تتشكل عم تولد مشاعر حلوة عند هدول الأشخاص لأنه هي مقترنة بالذكريات، فأي شخص من هدول الناس لما عم يشوف هالموقع اللي هو إله ذكريات فيه عم يتعرض لهالحريق عم يتأثر بشكل كتير كبير. يعني نحن في عنا عالم اتصلوا فينا كانوا عم يبكوا، كانوا عم يبكوا من المشهد، يعني مشتركين عاديين انه ما أنا من المنطقه وما نن قريبين من مناطق بعيده، ايه كانوا عم يبكوا انه ليش هيك، شو بدنا نعمل، شو بدنا نقدم نحن. فهذا الموضوع كثير كثير مهم، يعني نحن الشعارات كثير احيانا بنسمعها ما ترمي نفايات ما تحرق، بس لما بيتعلق الموضوع بالمشاعر بيصير الموضوع فيه اكبر، وهذا السبب يلي خلى العالم يعني تتطوع لهذا الموضوع بشكل كثير كبير. وكان مثل ما ذكر كابتن حيدر انه خلال ساعات نحن وصل عدد المتطوعين لألف واكثر. يعني بشكل عام نحن للمرحله اللي مثل ما انك عم تذكري بعد ما اخمدت الحرائق وهي هلا موضوع التشجير هو موضوع مهم جدا، ونحن اساسا بالحمله عندنا التشجير ما بيقتصر على وقوع الحرائق بس، يعني التشجير هو شيء دائم نحن راح نقوم فيه. الموضوع الاهم هو ان نحن ننشر التوعي لانه نحن لازم نتجنب وقوع الحريق بشكل عام، لو شجرنا ورجع صار الحريق فنحن ما استفدنا شيء. نحن لازم ننشر توعي، نعلم العالم اساليب ارتياد الطبيعه منشان ما يرجع يتكرر هيك حوادث مع الكل بشكل عام، يعني منشان اي خطا او اي خطر يصير يكون في جاهزيه او وعي عند الشباب بهذا الموضوع. وحملات التشجير اكيد الى مواسمها والى وقتها نحن رح نكون موجودين فيها ورح ننظم لها حملات اكيد. اكيد مثل ما حكيت عن الحرائق وحكيت عن روح الفريق الجماعي، خلينا نحكي عن الصعاب اللي واجهتوها، يعني اكيد انتم واجهتوا صعاب كثير كبيره، خلينا نسلط الضوء عليها، خلينا نحكي عن همه شبابنا السوري وعن ارادتكم قديش هي قويه وحلوه، وشو هي رسالتكم؟ بالفعل كان 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 في انه تحسي انه محبه كبيره وانه في روح قويه كثير للتطوع وللشباب، يعني كانت الاعداد انه شيء بفاجئ انه من الشام عم بيحاولوا، انه بيجانا اكثر من اتصال من كذا شخص، انا معي 50، انا معي 40، انا معي 30، من الشام، من حمص، من حما، سلمي، انه كثير محافظات من حلب، انه بس انه تو بس وزعونا شو بدنا نشتغل شو بدنا نعمل. طلعنا نحن انه حاولنا ناخذ العدد اللي القادرين انه يكون للموقع، ومثل ما عم قلت لك يعني نحن كنا منتشرين باكثر من موقع، منا ريف جبله والقدموس وحمص واللاذقيه. تمام. طيب ابراهيم، بما انه هلا الحمد لله انطفت الحرائق بالساحل السوري، همه الشباب، همه المجتمع المحلي، يمكن كثير كمان هيك بردت قلب السوريين بهديك المناطق، الناس الطيبه طبعا خلينا نقول. اليوم في عنا حمله دعم اللي هي مثل ما قلنا التشجير، البدايه بالحملات التوعويه والدعم للمناطق الساحليه الجميله جدا اللي راحت للاسف في الحرائق.
شو رح تعملوا حتى فعلا تدعوا الكل يروحوا على حملات التشجير زراعة الأشجار السمينة المشهورة فيها الساحل السوري مثل الحمضيات، الزيتون، التين؟ فخلينا نحكي عن هيك مشاريعكم. هلا أنا مثل ما ذكرت لك إنه نحن لما عم نكون هاي الذكريات والمشاعر اللي عم تصير عند العالم، نحن في عنا دائما شيء بنعمله، إنه نحن بناخذ مجموعة من الأشخاص ضمن أنشطتنا اللي نحن معنيين فيها الأنشطة الرياضية، بنخليهم يشوفوا الموقع اللي تعرض للضرر، الموقع اللي تعرض للضرر، المأساة اللي بتكون موجودة فيه أو الحزن اللي بيكون موجود فيه، هو الشيء بيخلي العالم تندفع لحتى انها ترجع يعني مثل ما كان. رح تنظموا المناطق تمام. مثلا ريف القرناحة، ريف جبلة، طرطوس، مثلا حمص، رح تقسموا المناطق، رح تعملوا مواعيد بكل منطقة؟ اكيد طبعا. هلا نحن مثل ما ذكرت لك مسبقا انه الفريق منتشر بعدة محافظات، يعني نحن اساسا الكادر موجود بكذا محافظة. نحن بالوقت الحالي بلشنا ننظم مع مديريات الزراعة للوقت المناسب لانطلاق حملات التشجير لحتى نبلش ننطلق معهم في محميات معينة. نحن الحريق ما صار بس هاد، في حريق صار سابق كمان وتعرضت فيه محميات لحرائق كمان وأضرار كتير كبيرة كمان نظمنا معهم، بس مثل ما ذكرت لك في موعد محدد للتشجير ببلش فيه، مو بأي موسم بيتشجر. وهدول المديريات وفقا لرأيها ولخبرتها بهذا الموضوع هي اللي بدها تطلب مننا نحن نحرك المتطوعين وفق لهذا الموضوع يلي صار. وبالإضافة لأنه نحن رح نقدم كفريق مننا شخصيا يعني حملات لنرجع نساعد هدول المزارعين يلي فقدوا جزء من أراضيهم طبعا يلي منقدر عليه، نرجع نعوض لهم شو فينا نعوض منه بالمساعدات يلي ممكن تجينا أو حسب التوجيهات يلي ممكن تصير مننا لحتى نرجع هالتشجير. أكيد مثل ما حكينا أنه قديش الشعب السوري رائع، حسيت كلياتنا قلبنا واحد وروحنا واحدة. يعني حكيت أنت أكثر من 1000 اتصال أو 1000 متطوع أجوا على الحرائق وعلى الخطر، يعني خلينا نحكي أكيد شو بتوجه كلمة لكل الشباب السوري، قديش اندفاعه ومحبته لوطنه، قديش هذا الشيء حلو، قديش هذا يعني هذا الشيء اللي نحن بقلبنا وبنفسنا واللي منشور عند كل السوريين شيء رائع. وانتم كفريق شو تطلعاتكم للمستقبل؟ بس عم تلاقوا هالروح الحلوه، هالشباب السوري المندفع حتى على المخاطر، شو رايكم؟ هلا بحب اوجه لهم للشباب المتطوعين معنا وكل شيء اتصل وحتى اللي ما قدر انه يتابعنا يكون معنا، بحب أوجه لهم شكر جدا من القلب على اللهفة اللي طلعت من عندهم اللي كانوا معنا. يعني الحملة كانت مو بس مجرد شباب، كان معنا كتير عدد من الصبايا وكلهم قدموا مساعدات، وكلهم اللي ما كان قادر يساعد بالإخماد أو التبريد كان قادر انه يساعد الاهالي النازحين، يساعد المتضررين. حدا تعرض لضرر، حدا انحرق، حدا صار له شيء من الموجودين من فريقنا؟ شغلات بسيطه ما بينحكى فيها تجاه اللي صار، يعني عرفت كيف؟ انه قلت شوي بالمعدات، انه بس انه هذا شغلات ما بينحكى فيها، انه صعوبه بالوصول للمناطق الحراجيه شوي، بين انه عم ندعس على الجمر بس انه بمناطق بس لحتى نوصل لشغله شاعله لحتى نقدر نطفيها. ضلينا لحد ما طلع علينا الضوء ونحن منتشرين انه عالم عم تريح بعضها، يعني كان في جو لهفة ومحبة انه لا انا بدي ريحك، انا بدي اشتغل عنك، انا كذا خلط، يعني كان الجو جميل جدا. يعني حتى انه بس تشوفي هذه اللهفة وهي الجمعة مع بعض بتحسي قديش انه سفي روح طيبة، بين انه كتير كويس هذا الشيء عند الشباب السوري. تطلعاتنا بالنسبة للفريق للمستقبل، احنا هلا كونوا بمرحلة مراحل الاولى من الفريق، مراحل تأسيس الاولى، عم نحاول ننشر الفكر تبعنا ونحفز الشباب على الرياضة وعلى العمل، وانه انتشار الواسع، نوسع القاعدة الشعبية تبعنا والانتشار الواسع بالمحافظات حتى نقدر نوصل مثلا لابن الشام نفرجيه جمال اللاذقية، لابن اللاذقية نفرجيه جمال المناطق اللي بالشام، ونعمل ألفة واختلاط بين الشباب ونعرفهم على هذا الشيء. إن شاء الله بتتوسع هالقاعدة الشعبية. إبراهيم، يعني بدي أسألك، يمكن كل حدا فينا علق بذاكرته مشهد معين، إن كان لأشخاص، إن كان لشجرة، إن كان لزيتون على الأرض، زيتون فلاح عم بيبوس شجرته، شو أكتر مشهد أثر فيك شفته أنت وما بتنسى بحياتك؟ هذا اللي بده يعطيكم دعم أنه لا، نحن هي الأراضي هي كنزنا وسلتنا الغذائية اللي كل سوريا عم تاكل منها. يعني أنا بتذكر هلا نحن تعرضنا، طبعا هي مو أول مرة نحن بنطلع يعني للإخماد، السنة الماضية تعرضنا لحريق بس هاد كان كبير. إيه تماما. ففي مشهد أنت عم تذكري لي المشهد، تعرضنا لحريق فكنا كمان بريف القرداحة عم نحاول نطفي، ف
بعد كان يومة الحريق ضل أكثر من 4 أيام وكان واسع جدا، فالسيارات الأطفائية اللي كانت بالمناطق بأسفل الوادي صعب كتير توصل، فكانت عم يوصل عدد قليل من السيارات. بتذكر يومتها كان في المشهد قدامي الشجر عم يحترق، كنت واقف أنا وكابتن حيدر، فلما انطفأ خلص الخزان تبع المي وما عاد فينا نعمل شيء، والشجرة عم تشتغل هيك يعني، وقفت عم طلع هيك بالشجرة انه حسيت انك عاجز، انه انا ما فيني اعمل لها شيء، جنبها ما فينا نعمل يعني شيء، بس عم تطلع عم طلع فيها هيك وعم بعتذر منها انه ما عاد في شيء نعمل يعني. فهذا المشهد كثير اثر فيني، وحسيت انه لا لازم يكون في شيء نعمله نحن لنتجنب انه يصير هذا الشيء. ومن وقتها لهلا نحن يعني عم نفكر كنا بكيف بدنا نأسس هذا الموضوع ونشتغل عليه، ومثل ما ذكر يعني نحن بلشنا انشطتنا ببدايه الشهر التاسع، يعني نحن لسه شهر تقريبا مبلشين بهذا الموضوع. تمام يعني اكيد واكيد حتبقوا مستمرين، ويعني مثل ما حكيت امبارح نزلت ستوري لي وقلكم عندي على الانستا وعلى المواقع التواصل الاجتماعي نزلت، ف يعني كميه التعليقات اللي اجتني كثير كبيره، كثير حلوه لكم يعني هذا الشباب مثل ما حكيت لكم امبارح، انتم الشباب السوري اللي نحن بنشوف حالنا فيكم يعني. هلا الشباب يلي تشجعوا يلي حبوا يفوتوا مع المغامر السوري، شو بتحب توجه لهم كلمه وكيف ممكن يجوا يتطوعوا معكم؟ وهل هذا التطوع دائم ولا لا؟ هلا نحن بالنسبه للتطوع بالفريق والعمل بالنسبه للفريق، فيهم بيتواصلوا معنا على صفحه الفريق على الفيسبوك. تمام، في اعمار معينه، بنيه جسديه معينه، بالفعل في شيء؟ بالفعل في اختبارات وفي معايير للقبول بالفعل، وفي عندنا الكابتن حسين نمره هو اللي مستلم موضوع القبول، في معايير بالضبط محدده وبنيه جسديه وقدرات، واكيد انه في قدرات وفينا نحن منطور قدرات الشخص اللي بيجي، انه بيكون اكيد الشخص اللي هدفنا جاي الاساسي يعني نحن نطور قدرات هاي الاشخاص أكيد. اللي بتيجي نحن بنتشكركم كثير على وجودكم معنا. شكرا. يعطيكم الف عافيه، تحيتنا لكل الشباب ان كان من المغامر السوري ولكل شباب المجتمع المحلي واللي هبوا من عده محافظات لانقاذ ما تبقى من الاراضي الزراعيه. وجبال العز دائما بيلبق للعز، فينا نقول بحاجه لدائما الدعم لحتى تبقى خضراء. رح نرجع نعمرها كمان وهيك نزرعها مثل ما بيقولوا، هذا واجب يعني بالنهايه. واجب. شكرا لكم. شكرا لكم. اكيد حنرجع نعمرها بوجود هيك شباب سوري، نحن مثل ما حكيت فخورين فيكم ونحن بنكبر فيكم. شكرا لكم، شكرا لوجودكم معنا، ونشوفكم اكيد بحلقات قادمه. شكرا لكم. هلا هلا.